السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا جديد ديال اليوم. الفيديو ديالنا ديال اليوم غادي نهضروا على الأعراض ديال التلف أو واحد الخمسة ديال الأسباب اللي كيتسببوا لنا في التلف ديال الترموستا، وكيفاش غادي دير تعرف الترموستا فيها المشكل وإلى آخره. بقاو معنا في هذا الفيديو ما تمشيوش بعيد. أولا نتعرفوا على شكل ديال الترموستا كيفاش داير. شكل ديال الترموستا كيف ما كتشوفوا معنا هنايا، فهي عبارة عن واحد البلف. هاد البلف هذا فيه واحد الرسور من الفوق كيف ما كيبان لكم، وفيه واحد الرسور من التحت. وهاد البلف هذا من فوق الرسور كاين واحد الغطاية، ومن تحت الرسور في الاخر كاين واحد الغطاية. هاد البلف هذا كيكون يعني متجاوب مع الحرارة. ملي الحرارة ديال الموتور كطلع، هاد البلف هذا كيولي يتفتح باش يخلي الماء السخون يخرج، وكيولي يتسد فاش الموتور كيبرد والماء كيبرد باش يولي يطلع الحرارة المثالية للمحرك ديال السيارة. دابا تعرفنا على الترموستا كيفاش دايرة الشكل ديالها، اجيو دابا نتعرفوا على المنظومة ديال الماء مناش مكونة، والمواسير ديال الماء وإلى آخره، والطريقة أصلا ديال الموتور أو محرك السيارة كيفاش كيدير يتبرد. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال المحرك. الأشياء اللي كيكونوا عندنا يعني كيجمعوا الماء، كتكون عندنا القرعة، كيكون عندنا الرادياتور، وكيكون عندنا البلوك، وهذاك البلوك كتكون في الجنب ديالو البومبا اللي كتجبد لينا الماء من الرادياتور، وكتكون طبيعة الحال ترموستا. هنا كيجي الدور ديال ترموستا. فوقاش كنحتاجوها ترموستا؟ كنحتاجوها النهار كامل، من اول ديماراج المحرك ديال السيارة حتى كنباركيو السيارة بالليل في الكراج ديالنا او عند باب الدار، ما كتبقاش تحرك. هنايا السيركولاسيون ديال الماء كيفاش كيبدا؟ فاش كنديماريو الموتور خص ضروري تكون فيه ترموستا. والموتور ملي كنديماريوه من اول مره والسياره واقفه واحد المده ديال السوايع اللي هي طويله، المحرك كيكون بارد. وباش المحرك خاصو يسخن خص يكون عندي الاحتراق، وهذاك الاحتراق هو اللي كيساهم ليا في الصعود ديال الحراره ديال المحرك والصعود ديال الحراره ديال الماء. هنا غنهضروا شي شويه على الماء، علاش الماء خصو يكون في المحرك ديال السياره، وعلاش اصلا تدارت ديك الدوره ديال تبريد محرك السياره. كيف ما كتشوفوا معنا المحرك ديال السياره فيه بزاف ديال القطع، وهاد القطع هذه قابله للاحتكاك، وشحال ما كان عندنا الاحتكاك الدرجه ديال الحراره كطلع، وشحال ما طلعت الدرجه ديال الحراره الحديد كيتحك بزاف. ملي كيتحك بزاف كيولي يتاكل. وهنا كيجي الدور ديال الزيت، الزيت والماء. الزيت مفروق على الماء بوحدو، والماء مفروق على الزيت بوحدو. الماء كيدير واحد الوظيفه ديالو، والزيت كدير واحد جوج ديال الوظائف. نمشيو شي شويه للزيت. الوظيفه الاولى ديال الزيت، الوظيفه ديال الزيت يعني كتزيت لينا القطع باش ما يكونش فيهم واحد الاحتكاك، وكتبرد لينا هذوك القطع في نفس الوقت. وهنا كيجي الدور ديال الماء خلف الجدار. الماء اللي كيكون خلف الجدار كيحاول انه يسيركيلي في المحرك كامل، كيدوز للرادياتور، الترموستا كتفتح دوز الماء السخون للرادياتور، كيبرد، كتولي البومبا كتجبدو، كتدخلوا لينا عاوتاني عاود البلوك، ويدوز لينا الكيلاس والى اخره. وهذا التبريد هذا ضروري خص تكون عنده الفرفاره. هذيك الفرفاره او المروحه ديال التبريد فيها جوج ديال الانواع، كاين ميكانيكيه وكاين كهربائيه، وبجوج بهم كيديو لينا نفس الغرض. غير الميكانيكيه كيكون فيها واحد الكلاتش، الفرفاره او المروحه الميكانيكيه كيكون فيها واحد الكلاتش. الكلاتش هو اومبرياج، هذاك الاومبرياج متجاوب مع الدرجه ديال الحراره. شحال ما طلعت الدرجه ديال الحراره شحال ما الفرفاره تقالت باش كدور مجهد كتجبد لينا الهواء يدوز على الرادياتور باش الماء يبرد،
كيدخل البلوك ويولي يخرج سخون، وهكا يعني كدوز الطريقه ديال تبريد ديال المحرك. الفرفاره اللي كتكون كهربائيه هذيك كتخدم بالفيتاسات بروميير دوزيام تروازيام كاتريام سانكيام والى اخره. ملي كيكون الماء بارد الفرفاره ما كتدورش، ملي الموتور يبدا يتزير وكتسكت وكتسكت، ملي الموتور كيتزير بزاف هنا الفيتاسات ديال الفرفاره الكهربائيه كتولي كتطلع باش تبرد لينا المنظومه ديال التبريد. اجيو دابا ندوزو للتيرموستا. التيرموستا ملي كيكون عندي فيها المشكل، او كيفاش ندير نعرف التيرموستا فيها المشكل؟ ملي كتمشى بالسياره ديالك الا كانت التيرموستا كتبقى مسدوده، هنايا كتعاني دائما من الحراره مرتفعه، كتلاحظ ليكوي ديال الحراره عندك في الطابلو غادي وكيطلع، كتلاحظ النقصان ديال الماء، الماء كينقص ما كاين حتى شي فويت، الماء غادي وكينقص. علاش كينقص هذاك الماء؟ كينقص هذاك الماء حيت كيتبخر، ما حد الماء كيتبخر والمنسوب ديال الماء غادي وكينقص غادي وكينقص، حتى ما كتحسش به، حتى كيتكول عليك المحرك او كيتحرق لك الجوان ديال الكيلاس. الحاجه الاخرى التيرموستا الى ما كتفتحش بالشكل المطلوب، كتفتح غير شويه غير واحد شويه، هنا كيتكون عندك واحد الضغط، هذاك الضغط اللي كيكون عالي وكيولي الماء القرعه كتقياه او الرادياتور. هذا الماء هذا منين كيتقيا وكيفاش كدير تقياه القرعه ديال الرادياتور او البوشون ديال الرادياتور؟ البوشون ديال القرعه ديال الماء او ديال الرادياتور كيكون فيه واحد الفالف، هذاك الفالف ملي كيكون البريسيون عالي كيولي كيتحل، الماء كيولي يدير الرغوه لداخل، وهذيك الرغوه كتولي تخرج، كتخرج عباره عن بخار وكتجر معها شي شويه ديال الماء، كيزلق معها الماء على برا، وهنا كتولي تعاني من نقصان ديال الماء. كيفاش ندير نعرف التيرموستا يعني خاسره او التيرموستا مبلوكيا؟ اول حاجه ملي كتكون التيرموستا مبلوكيا على الفتح كتبقى مفتوحه، الموتور ما كيسخنش يعني في الوقت المطلوب اللي خاصو يسخن فيه. مثال ملي كنديماريو السياره باش المحرك ديال السياره يوصل للدرجه ديال الحراره ديالو المثاليه من 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه، هنا الموتور كيسخن يعني كيكون شاد الدرجه ديال الحراره ديالو المثاليه. الا كانت الترموستات كتبقى مفتوحه هنا الموتور كيتعطل باش يوصل للدرجه ديال الحراره ديالو المثاليه، وكتلقى ليكوي دائما ناعس ما كيوصلش للنص او 85 او 90. الحاجه الاخرى كتلاحظ ان يعني الكونسوماسيون كتكون عندك دائما طالعه، الكونسوماسيون سواء في الديزل او في البنزين اللي هو ليسانس. علاش الكونسوماسيون كتطلع؟ هنا خصك تفهم الطريقه اللي كيتمشى بها المحرك، سيرتو المحركات اللي كيكونوا حديثه. الترموستا دائما كنقولها لكم في الفيديوهات، الترموستا مشبوكه مع الكالكيلاتور ديال المحرك ديال السياره، والكالكيلاتور ديال المحرك ديال السياره مشبوك مع الريزيرفوار، والريزيرفوار مشبوك مع ليزانجيكتور، وليزانجيكتور مشبوكين مع الكالكيلاتور. يعني هذه المنظومه هذه معقده، خص المحرك يكون سخون باش يكون عندي واحد الاحتراق اللي هو متكامل. الا كان المحرك بارد هنايا الاحتراق ما كيكونش عندي متكامل، وليزانجيكتور عوض ما يضخو مره واحده كيولاو يضخو في ثلاثه ديال المرات، والكونسوماسيون كتطلع والطوموبيله ما كتوليش تعطيني واحد البويسونس او واحد الجهد اللي خاصو يتعطاني. الاشياء اللي كيدمروا الترموستا، عندك الماء ديال الروبيني، عندك الماء اللي كيقول لك نمشي نغلي الماء او نطيب الماء في المقراج ونخليه يبرد ونكبو في المنظومه ديال التبريد، هذا كيخرج لك على الترموستا كيكوليها كتبقى مبلعه او كتبقى مسدوده. الحاجه الاخرى الماء ديال علي، الماء ديال الباهيه، الماء ديال ماكينه الصابون، الماء ديال الكليماتيزور، الماء ديال الثلاجه. كاين بزاف ديال الناس اش كيديروا؟ كيمشيو كيشريو الثلج او كيمشي للثلاجه كيدير الماء في البوديزات وكيخشيه في الفريغو حتى كيجمد هذاك الماء وكيولي يجبدو
وكيولي يكبو في المنظومه ديال التبريد عند بالو انه ما غاديش يدير الكالكير. هذا غادي يدير لك الكالكير وغيصدي لك المحرك من الداخل وغتبقى كتعاني يعني دائما خدام على الترموستا. واش ملي يوصل الصيف نلغي الترموستا او نخلي الترموستا؟ اول حاجه خاصك تعرف بان الشركه المصنعه ديال المحرك مركبه الترموستا في المحرك حتى عندها واحد القيمه اللي هي كبيره. كيف ما قلنا الترموستا كتحافظ لينا على المحرك باش يبقى شد السخانه ديالو المثاليه اللي خاصو يشدها، وكتحافظ لينا على الاحتراق خاصو يكون متوازن، وكتحافظ لينا على الكونسوماسيون ما خصهاش تكون طالعه بزاف، كتبقى في المستوى ديالها المطلوب. الى بغيتي تحافظ على الترموستا ديالك حاول انك دير الماء اللي كيكون خاص للمنظومه ديال التبريد باش كتحافظ على المحرك ديال سيارتك من الداخل وكتحافظ عليه من برا وكتحافظ حتى على الترموستا. الماء الخاص ديال المنظومه ديال التبريد كيحافظ لك على الترموستا، كيحافظ لك على الرادياتور، كيحافظ لك على البومبه ديال الماء، والقلب النابض ديال المحرك هو الترموستا. لغيتي الترموستا مع الوقت غادي تعاني من بزاف ديال المشاكل. خليتي الترموستا المحرك ديال سيارتك خاصك تحضيه وتعتنى به باش يعيش معاك مده طويله. وصلنا لنهاية الفيديو، بارطاجوا مع الناس اللي ما عارفينش، الله يعاونكم حتى شي فيديو جاي ان شاء الله.